حاسب روحي بروحي واقول بيدي جرح ايدي وزدت جروح واي 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 يا عساكم الواي اخلاقي خيزراني ابو عبد الله. قبل ما اروح على المداخله التليفونيه شوفوا يا بنات البعض من اللي رايحين حق سعد مجرد واحدة مغربية ايش كاتبت لكم؟ انا طبعا بالمغربي شوية ماني قوية. بنات الكويت ديارين حالة على سعد لمجرد اليوم، طبعا تحاول تكتب بالعربي يعني المغاربة شوية عندهم مشكلة في اللغة العربية. مسكينات غدا نسمعوا كويتية ضربت يدها بالزيزوار، ما شنو بالزيزوار، الترجمة حق ابو عبد الله. عليك يا سعد نشرض يدي سعد المجرد بالحمرة. يلا